أنغام تهاجم أفخاي أدرعي وابنها يتدخل ويشتمه، ما تستحقش الأدب. إليكم تفاصيل ما حصل بينهما. فحق الجهاد وحق الفداء. تصدر اسم الفنانة المصرية أنغام حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومها القوي على المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفخاي أدرعي، عقب نشره على حسابه عبر تويتر رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء فلسطين. وفي التفاصيل، قال أدرعي في رسالته: بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون، ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم، والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبا، ما استدعى ردا مباشرا من أنغام من هنا، إذ علقت على كلامه قائلة: ربنا يخدك ويريحنا من وشك. من جهته، أعاد أفخاي نشر تغريدة أنغام تلك وعلق عليها قائلا: حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعا، وليس هناك من معمر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم، وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية. وتابع: أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط الذين هاجموا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية. كلام أفخاي لم يمر مرور الكرام، حيث واجهته أنغام برد قاس إذ قالت: أنت اسمك إيه؟ دون رقي ولا أدب، لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا في التعامل. أنا اسمي أنغام، مطربة مصرية عربية. عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر. الرقي والأدب مع الرقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها إحنا المصريين، لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات، فاكر؟ وتابعت: بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم. وختمت أنغام كلامها بالقول: شوف أنت كم فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين، يسمك إيه أنت؟ وفلسطين وشعبها بقومه محتل غاشم مجنون، والحيوانات بريئة من وحشيتكو. أنت غايتي والمراد. بدوره، عمر ابن أنغام أعاد نشر تغريدة أفخاي أدرعي وعلق عليها واصفا إياه بالصرصار ومتوجها له بالشتائم.